نعمل حبة شوربة حلوين، شوربة فراخ بالبرغل. اديني فرصة احطهم على النار وبعدين ارجع. يا خارة الورقة، ده انتوا ما عندكوش رحمة ابدا. في جمعية الرفق بالحيوان، مفيش بالانسان. طيب براحتك، هدايا برغل، طماطم، بقدونس ومية ساخنة، صدور دجاج، زبدة او زيت زيتون، ملح وفلفل وكمون ناعم، وكسبرة خشنة، بلاش ناعمة خليها ناعمة، ملح وفلفل اسود. طيب هنعمل ايه بقى؟ هسحب دي كده على النار، اروح حاطط بصل وكرفس، وبعدين الزبدة اهم. البرغل لازم تكون نقعاه في المية شوية، ندخليه على النار تاني بقى. ربنا يكفينا شرها. قالت لي امسك خشبه من فضلك وبلاش المعلقه اللي انت بتشتغل بيها. قاعده نضرجيه، قاعده نضرجيه. حاضر يا فندم، على عيني. ادي حبه ثوم. يا سلام. برضه خدوا الحديده مني؟ اهي. حبيبي يا رسول الله، كده ادي التوميه بتاعتي. مع البصلايه. اهي. وبعد كده اروح نازل بالفراخ بتاعتي المكعبات. اهي. ركزوا معايا شويه عشان حبة الشوربة دول حلوين. طيب مكعب مرق عشان بدل الشوربه اهو كده. كده طماطم نقطعها مش فارمها. الله الله الله، شويه فلفل حراقين اهم، وادي شويه كزبره، شويه كمون، حبة ملح، حبة فلفل. الجواكت بتحرق عندي، اتحرق جاكيت قبل كده والتاني طالع ريحته لما بحط انا كده، كرش بيجي على النار بيولعها. كل ده خوف من المخرج. ادي حبة البرغل الحلوين بتوعي دول اهم. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. ادي شوية الشوربة الحلوين. طيب عايز اشكر ابني وحبيبي واخويا وصاحبي مخرجنا الجميل عمي محمد فهمي، واشكر كل الكاست